من الزمالك نروح بقى للنادي الأهلي اللي الأمور فيه أكثر هدوءاً أكيد، خصوصاً بعد الفوز الكبير في مباراة القمة الأخيرة 5-3. إدارة النادي الأهلي استقرت خلاص على تعديل عقود الثلاثي الفريق المميز محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أكرم توفيق، ورفع عقود اللاعبين دول لتصل للفئة الأولى داخل الفريق. تعديلات عقود ثلاثي الفريق هتكون بعد انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر ليها زي ما عارفين يومي 25 و26 نوفمبر الجاري. بالتأكيد الثلاث لاعبين دول عايز اتكلم عليهم دول تحديدا، سواء أفشة او حسين الشحات او اكرم توفيق، يستحقوا فعلا التقدير المالي بعد فعلا المستوى الفني المميز والرائع اللي بيقدموه بصراحه مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. فبالتالي النادي الاهلي يحاول ان هو يقدرهم بقى الفتره الجايه ويكونوا من ضمن اللاعبين الفئه الاولى في المرحله القادمه.